فطبعا مسألة التأجيل طبعا هذه قطعا غير موجودة نهائيا، مثل ما أشرت يعني هذه الكلمة أشارها السيد هادي العامري. وبالتالي طبعا الأحزاب والحكومة مثل ما أشار الدكتور عباس أنه مستعد اليوم، الاستعدادات اللوجستية والفنية ومفوضية الانتخابات الآن تدرب يعني آخر أيام من تدريب موظفيها واختبار الأجهزة، بل حتى الأجهزة الأمنية والأمن السبراني أيضا تدخل بفحص الأجهزة يعني من منع آليات الاختراق. بالتالي لا يوجد يعني احتمال لتأجيل الانتخابات. أما المخاوف يعني ربما بعض القوى هي تحاول أن تهدد أو تحاول أن تمنع ناخبين، وهذا حصل عندنا إحنا بالانتخابات في عدة انتخابات، يعني بعض القوى السياسية تحاول أن تستخدم يعني سواء بالضغط بشكل مباشر أو غير مباشر يعني خارج المركز الانتخابي تضغط على الناخبين، حاول يعني كانت يعني يكون هناك توتر كالذي حصل مثلا مع تيار الحكمة من قبل جمهور من أنصار التيار الصدري. هي احنا هذا التوتر ممكن يتكرر بالتزامن مع الاقتراب من يوم الانتخاب. احنا هنا استاذ علي يعني مشكله، يعني احنا يعني اولا هو من حق المواطن الى حق الانتخاب والترشيح، وما من حق اي احد ولا حتى من حق رئيس حزب ان يوصي جمهوره بعدم المشاركه، لان هذا حق شخصي للمواطن وليس حق حزب. حق الحزب ان لا يشارك الحزب، اما حق الجمهور فهذا حق للجمهور للشعب. هذا الشيء الثاني، احنا احيانا يعني نحاسب المرشح اذا قلنا استخدم المال العام او حاول يعني يغري المواطن من اجل انتخابه، هذا يحاسب. والشخص اللي يمنع الناخب هذا ايضا لابد ان يحاسب بنفس الوقت، لانه يمنع المواطن بطريقه او باخرى، يحاول ان يعني ربما مساله التهديد. احنا احيانا نقول الانتخابات بعض الأحيان التهديد أو استخدام السلاح أو استخدام المال العام أو استخدام السلطة، يعني من هذه الأشياء اللي ممكن تهدد المواطن، ممكن تغير بمسارات الرأي المواطن واتجاهاته. أو بعض الأشياء اللي هي احنا نقول تصير بالانتخابات، يعني بعض الوعود، بعض المشاريع الوهمية، أو يعني حتى بشراء بطاقات الناخب إلى ما شابه. هذه المخاوف راح تبقى قائمة لحين إغلاق صناديق الاقتراع؟ لا اعتقد يعني الحكومة لا لا لا, لا لا الحكومة الحالية سيد السوداني هو ليس كرؤساء الوزراء السابقين حاد وصارم برأيه، لذلك يعني هو حتى اشار للمحافظين، يعني هو وجه المحافظين بالأجهزة الأمنية وحملهم مسؤولية اولا حماية صور المرشحين وحركة المرشحين. والآن اليوم القضاء أصدر حتى مذكرات توقيف بحق من يقومون بتمزيق الصور، يعني وأعتقد اللي صار يوم أمس في مدينة الصدر تم اعتقال مجموعة من يعني وسمي يعني سماهم القضاء بالمخربين.